رجل يقول: طبيعة عملي تلزمني كثرة السفر عن طريق ركوب الطائرات والبواخر والقطارات، فكيف أصلي في هذه الوسائل؟ وإذا جاز لي الصلاة في الطائرة مثلا، فالمعروف أنها تحلق في الجو وهي غير ملامسة للأرض، فيصبح السجود على الهواء، هل يجوز ذلك؟ الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة في الجو، وبالأولى إذا كانت رابضة على الأرض، والمالكية لا يجيزونها فيها وهي في الجو، لأن شرط السجود عندهم أن يتصل المسجود عليه بالأرض اتصالا حقيقيا، ورأي الجمهور أقوى، والإنسان يضطر إلى الصلاة في الطائرة إذا لم يأخذ برخصة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، أو كان تحليقها في وقت الفجر الذي لا يجمع مع غيره. ومهما يكن من شيء، فإن التطهر للصلاة لا بد منه إن أمكن بالماء فيها، وإلا فيكون بالتيمم، ويتحرى اتجاه القبلة، والملاحون يعرفون ذلك بالتقريب، إن لم تكن معه بصلة يتعرف بها القبلة. وزمن أداء الصلاة قصير، لأن الرباعية تصلى ركعتين قصرا، فإن لم يستطع الصلاة من وقوف لحصول دوار مثلا فليصلي قاعدا. والمهم أن الصلاة ممكنة في الطائرة إذا أراد أن يحافظ على الصلاة، وليست فيها مشقة حتى يجوز تأخيرها إلى حين الهبوط وانتهاء الرحلة، والله أعلم.